طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني وأخواتي، إن شاء الله طيبين. طولت عليكم، أنا عارف روحي طولت شديد. ليه كم يوم؟ لي حوالي أسبوع شوية أنا ما طلعت لايف. المهم على كل حال دار أتكلم في لايف سريع عن دقيقة دار أتكلم في لايف سريع عن كاشيرة والحاجة. اول حاجه شير يا شباب، سامعين الصوت؟ مرحبا، خير حال، كيف ايمان ان شاء الله؟ تمام حامد الحلف البل. الموضوع ده زمان قلناه والناس بتصدق يا اخواننا. قاعد ساكر ده بيجرجروا حيجرجروا ويجرجروا ويجرجروا لما نروح نادي السله، كويس؟ وما حد دون لا يا اخواننا بالمنطق كده، ما في زول بيسلمك رقبته، ما في زول يا اخواننا. زول العيان قالوا له حتموت بكره، كويس؟ ما بسلمك رقبته. دي حال الدنيا، ما في زول عاقل كده حديك رقبته يسلمك، كويس؟ الحياة دي الناس يعني ما قدر تفهموا، ما فهم. معقول الشعب السوداني ما قادر يفهم انه العساكر ده ما حيسلموا؟ والله ما حيسلمونا، والله العظيم ما حيسلمونا. وشيل عيش حيجرجروا، واذا سلمونا لا حيسلموها لنا شنو؟ سلطه ميته، سلطه مفقوده السلطه ذات. حيسلمونا حاجه ما فيها سلطه، حاجه كده ماشيه ساي. في النهايه ما حيسلمونا السلطه، وممكن يقعدوا معانا ناس يلا حققوا حياتهم دي كلها وحققوا شرعياتهم دي كلها ويقلعوها مننا. انقلاب بالليل يشيلوهم ذاتهم، نفس الحكايه يا اخوانا. النازل احنا قضيتنا دوليه بالراحه بالراحه، قضيتنا دوليه. النازل من قضيه دوليه حيغيروها لنا لقضيه داخليه. تعال في مجلس الامن ذاته ما في زول حيقدر يتكلم عن قضيتكم. دي الحياه دار يدخلوا الناس في الدور بتاع المدارس او الحياه صعبه والجارين ويدفعوا قروش وما زول ويموت الشارع. تعال يموت الشارع السوداني في نفس الطريقه القديمه يا اخوان. العساكر اللي بيحاولوا فيها يا اخي يسلمونا سلطه عشان ينحاسبون يا اخوان. الكتل منو في زول في السودان ما عارف انه حمدتي هو الكتل يا اخوان؟ ما في زول في السودان ما عارف انه برهان كتل، كباش الكتل. الناس قالوا الكلام ده في التلفزيون عديل، قالوا احنا فضلنا الاحتصام واحنا كتلنا، احنا فضلنا الاحتصام واحنا كتلنا. حي يسلم كيف ويفتش وبتفتش في ناس الكتل منو؟ الكتل احنا ما عارفينه، بنفتش في شنو احنا ولجنه التخصص لشنو؟ ده كله كلام يا اخواننا. في النهايه شوفوا اسمعوا كلامي ده، وقالوا 15 وقلت لكم قبل شهرين وبقول لكم الليله، العساكر ما حيسلمونا سلطه. العساكر اذا ما تبلوا ما حيسلمونا سلطه، والموضوع ده مفروغ منه. ما تعبونا ساي وتعبوا احصابنا كل يوم طالعين وداخلين ووقعنا ما وقعنا. حتوقع على شنو؟ حتى هون بتقول المجلس السيادي التشريفي ويقول لك لا، وقرارات مجلس الوزراء كله تتم عن طريقه. ما حيسلمك سلطة، كويس؟ يا اخوانك يا خليكم من الكلام ده كله، ما ادري اتكلم فيه عليك الكلام، وكلام بيحرق القلب، كلام بيحرق القلب. خلونا في الكلام الصح. بكره عندنا مليونية حقيقية، كويس؟ قالوا ما ضاع حق خلفه مطالب. ما ضاع حق خلفه مطالب، شنو؟ خلفه مطالب، حقنا يا اخواننا دم شهدانا، كويس؟ احنا نجيب الحياة الأولى، خلينا من السلطة والإنغاز والحياة، خلونا من دي كلها. الحياة اللي حصلت لنا بس خلال 6 شهور دي، عندنا شهداء يتوفوا، عندنا شهداء يا اخواننا ماتوا، ناس كتلوهن عينك نهارا جهارا قدام العالم ده كله. احنا عاوزين ناس، عاوزين دم ناسنا ده. الموضوع بسيط، عاوزين دم ناسنا ده، كويس؟ خلونا نجيب دي أول حاجة، دي الحياة الأساسية. الناس طلعت عليها من أقول حاجة من البداية، من دم 2013 إلى اليوم، كويس؟ عندنا مليونية بكرة يا اخواننا، عندنا مليونية بكرة. عايزين نجيب دم شهدان، مذكر الناس، مذكر العالم كله دم شهد. دي الحاجة اللي هم لنا من السلطة ومن الكلام الفارغ اللي بيقول فوده كله، كويس؟ البرهب والناس يا اخواننا، مليونية يوم 30، كويس؟ هي اللي غيرت الحياة الحاصلة كلها، غيرتها مليونية يوم 30. وإذا مليون يوم 30 دي كان استمرت قاعدة اليوم الثاني، كان الناس عساكر دارت خارج. ياكي احنا مشكلتنا عندنا السياسيين كده بيفهموا هنا. الناس قال لهم خلاص احنا حنوقع معاكم، رجعوا الناس البيوت. قلنا لهم من قبليه 3 ولا 4 يوم يا اخواننا نخوت مواقع نتلم فيها، نعمل احتصامات بدل احتصام واحد. الشعب السوداني جاهز، نعمل احتصامات كثيره جدا. قالوا لا احنا عندنا القياده ونقدر ندير الشارع، حنقدر ندير الشارع. طلعوا لنا بيت الشهداء ثاني بعد شويه، اختلفوا هون تجمع المهنيين، كويس؟ يجمع المهنيين، قال للناس امشوا القصر الجمهوري. القصر الجمهوري يا اخواننا احنا بنزازي في القصر الجمهوري ده لنا كم؟ 6 شهور، 6 شهور بنزازي عشان نصل القصر الجمهوري ده، ما وصلنا، ما قدرنا نصل القصر الجمهوري. انت جيتوا في يوم واحد قلتوا نمشي القصر الجمهوري، وكان بالمناسبه اقول لكم حاجه، كان في اتفاق يوم 29 بين مجموعه من السياسيين
مجموعة ما حقول أسامي، مجموعة من السياسيين ومع العساكر في بيت واحد سوداني من رجال الأعمال ده، إنه نتفقوا ما في زول يقطع الكوبري. في اتفاق حصل قالوا أي زول يكون فيه شنو؟ أي دل 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 ناس التجمع المهني قالوا الناس مش يقطعوا الكوبري. لا يا إخوان إحنا نمشي، إحنا ما ناس عندنا أهداف تانية، عندنا حياة تانية، نتلم في أي حتة تانية إلا نتلم في الكوب، إلا نمشي القصر الجمهوري، إلا نمشي القصر الجمهوري. شنو؟ كان الناس كلها قاعدت في حتة تانية، كان الموضوع ده منتهي. فيا اخواننا الشغلانيه جايه، احنا ما عندنا حق الا حق شنو؟ حق شهادانا نجيبه، واحنا برانا كمواطنين كسوار الناس يجيب حقهم. بكره المليونين عايزين الشارع كله. وبالمناسبه تراجي مصطفى والكيزان طالعين يوم 14، لازم تكسروا عينهم، كل نازل تكسروا عينهم تماما. بكره يوم 13، بعد بكره يوم 14، ما تلقى زول في الشارع ذاته، ما تلقى زول ذاته في الشارع عشان ما يصلبط وصاي. اي شغال بتياه يا اخوان، احنا لسه دوله عميقه، مجلس عسكري جنجوي تحت احتلال كامل مكمل، عندنا 60,000 حاجه، عندنا الليل احنا عندنا في 60,000 حاجه اتجاه البلد بدون كنا اتجاه واحد، احنا ضد الكيزان. كان الموضوع جاهز اصل، كل يوم حنتاخر، كل يوم بنتاخر في الشغلانيه دي حيطلع كوم برا ويقول لا احنا تابعين للجبهه الاسلاميه، احنا تابعين للكيزان، احنا تابعين للنصار السني. كل يوم حيطلع زول، ما دي مشاكل تاخير الثوره. الثوره دي قلت لك اقسم دين الله كويس زي الشيء من النار طوال بتاكلها، حارة حارة تحرق خشمك، تحرق لسانك، شفتها تجد شلوفتك ما فرقت في حاجة. الشيء شفت الثورة دي زي النار، إذا بردت بتمرضك، والله تمرضك، والله تمرضك. كويس دي الحاجة المعروفة يا أخواننا، إحنا خلينا ثورتنا بردت، خليناها ما حارة حارة، شلنا صلاح قوش وما فعلته وتركته، الناس كله خلينا، الناس الحامين معانا مواطنين ولسه في الحلة وإحنا قاعدين. ما في ثورة، ما تنفذ الثورة. تذكر اخواننا شهري 4 ساعات بقول لهم يا اخواننا الثورة ويني، الثورة ويني يا اخواننا، الشرعية الثورية ويني؟ شهر 4 بقول لكم يا اخي الكيزان حايمين في الشوارع، راكبين البكاس حايمين في الشوارع، وين الثورة؟ الناس ما شافت الثورة. الثورة يا اخواننا الان، الثورة الان كويس، الناس تعرف تمام انها دوب بدأت الثورة. اي حاجة اذا عملوا الاتفاق ده ووقعوا، الناس تكون واقفة ورا حقوقها، لانه السياسيين بينسوا، مجرد ما يقعدوا في الكراسي بينسوا، حينسوا وينسوا حنانك وينسوا شهداك وينسوا اي حاجه، لانه بقول لك شنو بيفكر في هدف سامي ثاني. احنا عندنا هدف محدد، احنا طلعنا ضد البشير كويس، احنا ما بدعم، ما دارين سلطه، ما دارين كراسي، ما دار كرسي. اتحداك لو كنا شارع السودان في دار كرسي، ما في دار كرسي. الناس قاعدين يفتشوا الكراسي، قاعدين برا، ونحن عارفين انه من زمان يوم واحد افكروا بثوره، لا جو ثوره، جو ركبوا هسي شيلوا الكراسي دي، ادونا دم شهدانا، خلونا حريتنا في حريتنا حقتي، ادونا حريتنا بنفتش فيها، حريه التعبير لله تعالى. احنا دارين بلدنا، دارين وطن، دارين نعيش محترمين، دارين تعليم، دارين صحه، اعملوا لنا الحياه دي وخليكم رؤساء الى يوم القيامه. ما دارين منكم رؤساء، ما دارين وزاراتكم، يتوارثوا الوزاره ويتوارثوا السلطه كلها، ما دارين كويس. عندنا دم الشهداء يا اخواننا حاليا، دي النقطه المهمه، دم الشهداء يا اخواننا الان دي اهم حاجه عندنا، دم الشهداء كويس. بكره يوم 13 الناس لازم كلها تطلع تجيب حق الشهداء وتطالب بحق الشهداء كويس. يوم 30 كميه الشباب